السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض لعبة اسمها سينس 4. ده بيخليك تحس إن أنت عايش في كوكب تاني وتبني المباني اللي أنت عايزها وتختار نفس الشخصيات اللي أنت عايزها. يعني ممكن تحط كل الناس اللي معاك في المكتب وترسمهم تيبيكال زي ما أنت عايز، تمام؟ زي ما نشوف مع بعض. ممكن تقول له مثلا عايز أضيف شخص معين، فبتبدأ تضيف بقى الشخص اللي أنت عايزه. طبعا الشكل زي ما أنت عايز، يعني ممكن تيجي مثلا الرأس هنا، تبدأ تشوف أقرب واحد للشكل اللي أنت عايزه، مثلا الفيس دوت، تمام بالشكل دوت، العظام اللي موجودة هنا تبقى عاملة ازاي، لحد ما توصل للشكل تيبيكال الناس اللي معاك في الشغل، تمام. ده طبعا ممكن تخليه المدير بتاعك. تمام، يعني تقدر تخترع كل الحاجات اللي أنت عايز تشوفها، تمام؟ زي ما انت عايز، او تقدر تلبسه نظارة، تمام. وبعد كده بقى لازم تديله كام صفة كده، وان هو اكتف مثلا. بعد ما تديله الشخصية بتاعته هتقول له بلاي، لازم تديله الاسم بتاعه. ممكن تقول له ايه، اخترع له اسم. ممكن تفضل لحد فعلا توصل ان انت جبت له كل الحاجات الشخصية الحقيقية اللي معاك في الشغل، تمام. ميشيل دوت هو اللي هيبدأ يبني، فهنختار له مثلا المكان اللي هو يبنيه اللي هو دوت، تمام. اوكي، بيقول لي الراجل دوت هينضم للفريق. قلت انا عامل شخصيتين قبل كده، دلوقتي بقى نبدأ بقى ندخل في موضوع ان انت تبني، تمام. طيب انت محتاج ايه عشان تبني؟ اولا لازم تشوف المكان اللي انت عايزه. اهوت تقول له انا عايز ابدأ ابني. طيب ممكن تقول له مثلا عايز ابدأ ابني الحوايط الاول، فتختار بقى الشكل الحوايط اللي انت عايزها، وليكن دي مثلا الحوايط بتاعتك. ممكن تبني مطعم، تبني بيت زي ما انت عايز. وفي عندك انت كل الحاجات اللي انت عايز تقسم الغرفة ليها موجودة هنا، يعني ممكن تقول له ده انا عايز مثلا الأعمدة مثلا بالشكل دوت، فتبدأ تحط مثلا عمود بالشكل ده، عمود بالشكل دوت. كل مرة هنبقى ناخد شكل معين من المباني، تقدر تختار اللون اللي انت عايزه. طبعا كل ما بتبني حاجة الفلوس بتقل. ممكن تقول له بقى ده انا عايز اختار مثلا العناصر ديت، يبدأ يقول لك مثلا الترابيزة ديت، فتبدأ تختارها وتحطها هنا بالشكل دوت. ممكن تقول له أنا عندي ده البيت اهوت. ممكن تقول له أنا عايز حاجة جاهزة بقى على طول، فتاخد دي كده على طول نشتريها 14,000، مش مشكلة، احنا معانا فلوس كتير الحمد لله، وتقدر تكبر فيها بشكل من الناحية دي مثلا أو من الناحية دي. فأنت بتبني مباني بشكل سهل وبسيط، وممكن تستغلها صح وتبيع وتشتري وتحط النور اللي انت عايزه وتحط الكشافات اللي انت عايزها، وتبدأ تختار مثلا غرفة نوم وتوصلها للغرفة التانية وهكذا، تمام بالشكل دوت.